باش يصير ردود فعل اللاعبين وردة فعل ياسين حاروش اللي وقف اللعب بعد التهجم عليه سبان. كلام زايد وتحامل خلينا نقولوا ياسين حاروش يتأثر، ياسين حاروش يبكي، حكم اللي نشوفه يمكن جانب آخر جانب إنساني للحكم مش لومو نوار كما يقولوا الرجل بالأسود. حتى اللاعبين من بعد كانوا تدخلوا مع ياسين حاروش طلبوا من الجمهور انه يوقف موجة الشتم اللي ريناها في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. خالد حسني من بعد باش تاخذ تعليق من عندك لانه